أنا النهاردة طبعا يعني وده استتباع لفقرتنا اللي كانت بالأمس. النهاردة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني صرح في مؤتمر صحفي وقال إن قرار إلغاء الميد ترم السنة دي لن يطبق خلال هذا العام الدراسي، اللي طبعا من المفترض ان هو بدا او هيبدا كمان ايام في بعض المدارس. الوزير قال دوت خلال مؤتمر صحفي وقال انه هيتم تاجيل تطبيق القرار بسبب رفض اولياء الامور، حيث سيتم اعاده دراسه القرار من جانب قطاع التعليم العام والمراكز البحثيه. علشان يعني نقف عند هذا القرار مره اخرى، فبينضم إلينا الدكتور كمال مغيث الباحث طبعا بالمركز القومي للبحوث التربوية. مساء الخير دكتور كمال. دكتور كمال مساء الخير. طيب أتمنى أن أنت تكون سمعني. هقول يعني دكتور كمال مغيث مساء الخير. طيب هو التليفون مش قادرين نتواصل بشكل كويس، لكن هنحاول نتواصل معاه، لان بالامس احنا كنا بنتكلم في هذا الموضوع، نتحدث تحديدا عن يعني القرارات اللي صدرت خلال الفترة الماضية من وزارة التربية والتعليم، من وزير التربية والتعليم تحديدا، قرارات يعني غير مفهومة في بعض الأحيان وقرارات خيالية في أحيان أخرى، كان من ضمنها طبعا الخيالي لتحويل الكتب الدراسية البي دي اف. احنا يعني على أي قطاع هيطبق؟ مين من الناس اللي هتنفذ ده؟ مين من أولياء الأمور قادر إن هو يشتري تابلت أو موبايل عليه برامج حديثة أندرويد وغيره، إن هو يقدر ينزل يعني الكتب الدراسية بي دي اف لأولاده علشان يذاكروا عليها؟ هل ده هيطبق في الصعيد؟ يعني ناقشنا ده امبارح بشكل موسع، لكن لقينا صدى النهاردة إن الوزير صرح وقال إن الميد ترم دي أحد القرارات طبعا اللي كانت صادرة عنه مش هيطبق السنة دي. احنا معانا دكتور كمال مغيث الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية. مساء الخير يا دكتور كمال. مساء الخير على سيادتك يا فندم وعلى السادة المشاهدين كلهم وعلى أولادنا. أهلا بيك. وإحنا كنا يعني امبارح بنتكلم يعني هناك استجابة لأعتقد حديثنا بالأمس، لكن هل الاستجابة دي في محلها ولا لا؟ يعني بالتأكيد في الظروف الصعبة اللي احنا فيها تبقى في محلها. احنا في الحقيقة لما القرار اتقال اننا هنعمل 40% على 3 شهور و60% على الميد ترم، احنا رحبنا وقلنا انه دي فرصة لإعادة الاعتبار للعلاقة ما بين أولادنا وما بين معلميهم الحقيقيين اللي في المدارس وفي الفصول، وهي فرصة لأولادنا يرجعوا من المدارس والمدرسة تقوم بدورها التربوي والثقافي والاجتماعي والوطني اللي اتحرمت منه بقالها كتير، ولكن بعدد من الضمانات. من الضمانات دي ان ده يكون تطوير لعملية الامتحان مش مجرد تقسيم للامتحان، فضلا عن اننا طالبنا بانه يكون فيه معايير للعدالة، نتأكد ان هذه الدرجات هتروح في مكانها بالضبط ومش هتكون فرصة للتلاعب فيها او ابتزاز حد بيها وهكذا. وطبعا اولياء الامور كانوا شايفين ان ده هيعمل عبء عليهم كبير او هيزود الدروس الخصوصيه، وعشان كده جت استجابه الوزاره بهذا الشكل. لكن امبارح واحنا كنا بنتكلم يا دكتور كمال يعني تحدثنا عن ان الاختبارات التحريريه اللي هم هيكونوا 6، 3 في الترم الاول و3 من المفترض يعني في الترم الثاني، والغاء امتحان الميد ترم ده هيخلي فيه تواصل اكتر مع الطالب وبينه وما بين الاستاذ ومع المدرسه، وان هو يروح وان هو يحضر، وكنت مرحب جدا بهذا القرار، لكن على النقيض ما كنتش مرحب بموضوع البي دي اف، تحويل الكتب المدرسيه لبي دي اف. يعني اي من الاسر المصريه تقدر تتحمل ده في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه؟ علشان كده يمكن كان سؤالي اللي هو هل القرار الغاء الميد ترم السنه دي دوت يعني قرار في محله، ولا كان الاجدى والاولى بيه هو الغاء موضوع البي دي اف لحد ما يكون عندنا مدارس صالحه ان هي تقدر تتحمل هذه التكلفه، اسر قادره انها تتحمل هذه التكلفة؟ أي من الأسر اللي هيدخل ابنه مدرسة حكومية هيدفع فيها مثلا يعني على الأقل 100 جنيه لمصاريف الكتب ولا حاجة زي كده، هيقدر يجيب بكام ألف جنيه تابلت لابنه عشان يتعلم عليه إزاي يعني؟ لا يا فندم، مفيش قرار بالبي دي اف يعني. ويا ريت المتحدث الرسمي باسم الوزارة
يكلمنا. هو اظن ان البي دي اف انطرح كبديل للي ما عندوش كتاب، لكن ما فيش قرار بالتاكيد يا فندم. يعني انت عندك ملايين التلاميذ، حتى لو اديناهم البي دي اف في ايديهم هيبيعوه لاي حد في الشارع ب 200 جنيه. بالتاكيد لا، البي دي اف موضوع تاني ومحتاج دراسه من الاول خالص حوالين المستويات وطاقه. هو بديل للكتب المدرسيه، واحنا اتكلمنا عن الكتب المدرسيه امبارح وان هناك نقص وما الى ذلك. ازاي توفر لي بديل انا غير قادر اصلا ماديا ان انا احصل عليه؟ صحيح صحيح يا فندم، انا اظن الموضوع محتاج دراسه من الاساس ومحتاج تجريب ومحتاج تدريب للمعلمين كمان. ما هو مش لازم يعني حتى البي دي اف محتاج تدريب. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربويه، شكرا جزيلا ليك. احنا نتمنى ان تكون برضو موضوع الاستجابه دي يعني استجابه يعني في محلها، قرارات تم اتخاذها، قرارات غير مدروسه، طالما رجعنا فيها وحولناها مره تانية لمركز البحوث او حولناها لمن هم مسؤولين عن عمليه التطوير تحديدا قطاع التعليم العام والمراكز البحثيه. وبالتالي احنا محتاجين ندرس بقى كل القرارات اللي اتخذت خلال الفترة الماضية في عملية تطوير المناهج التعليمية. الفكرة في عملية التطوير ان احنا نكون قادرين، اولا مناهجنا قادرة على مواكبة العصر اللي احنا فيه، مواكبة سوق العمل اللي احنا فيه. احنا محتاجين هنا ايه في مصر؟ دي نقطة لازم نبقى فاهمينها واعيين ليها كويس جدا. امكاناتنا الحالية ازاي تقدر تتيح لينا ولطلابنا والمدارسنا ان هي تواكب ده؟ دي لازم يعني دي دراسات بتتعمل، مش قرارات بتؤخذ يعني ما عندناش كتب مدرسيه فهنحول بي دي اف، واللي يقدر يحصل عليها يقدر واللي ما يقدرش يبقى ربنا.